فعلا ما صدر عن الإعلام الجزائري الرسمي هو محاولة يائسة للمس بالمؤسسة الملكية، وكذلك بالمس بالتقاليد المغربية العريقة. فأنا كمواطن مغربي لا يسعني إلا أن أستنكر هذه المناورة اليائسة من طرف الإعلام الجزائري الرسمي. وكذلك هناك منابر إعلامية من داخل الجزائر نددت بهذا التصرف الشنيع. وحسب تحليلي المتواضع، فإن السبب في هذه المناورة الجزائرية يرجع إلى سببين. السبب الأول هو أن السياسة الخارجية المغربية هي من اختصاص الملك، كما درسنا في القانون الدبلوماسي. فهذا الاتجاه هو الذي يسير عليه النظام الفرنسي اللي هو سومي بريزيدونسيال. فالرئيس الفرنسي له الاختصاص في السياسة الخارجية وكذلك في الدفاع، سواء كانت الحكومة يمينية أو يسارية، فالرئيس هو الذي له القول الفصل في السياسة الخارجية وفي الدفاع. وجلالة الملك له الاختصاصات الواسعة في السياسة الخارجية، وهذا معمول به حتى كذلك في عهد المرحوم الحسن الثاني، بحيث كان هو المتخصص وله الاختصاص الواسع في السياسة الخارجية. فالسبب الأوحد والسبب الرئيسي هو لهذه الحملة المغرضة من طرف الإعلام الجزائري هو النجاحات الكبيرة والقرارات الحكيمة من طرف ملكنا. فقبل 3 سنوات كان هناك نزاع بين الأشقاء في الخليج، وكان موقف صاحب الجلالة موقفا حكيما يتسم بالحكمة البالغة. ومن أسباب كذلك من الأسباب تهور الإعلام الجزائري هو النجاحات الكبيرة جدا التي كانت لها آثار إيجابية على القضية الوطنية، وهو اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء. النقطة الثانية التي جعلت الإعلام الجزائري يسير في اتجاهه المعروف هو أن المغرب له عدة مكونات بشرية، هناك الصحراويون، وهناك اليهود المغاربة، وهناك الأمازيغ، وهناك العرب. فهؤلاء جميعا متحدون وملتفون حول الملك الذي يعتبر رمز الوحدة ورمز الحوار ورمز الاتحاد. وهذا هو السبب الذي جعل الإعلام الجزائري يسير في اتجاهه المعروف. ولهذا أنا بطبيعة الحال كما قلت أتحدى الإعلام الجزائري في أن يوصف ملكنا بأوصاف دنيئة. فالملك هو رمز للبلاد ورمز لسيادتها، ولهذا نحن ضد ما ذهب إليه الإعلام الجزائري الرسمي. الدكتور نبيل مبارك، كما جاء في سياق كلامكم، فالنجاحات المتتالية التي حققها المغرب على المستوى القاري، العودة إلى منظمة الوحدة الإفريقية، نجاحات في الكركرات، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء،
القنصليات والممثليات الدبلوماسية التي تفتح يعني بشكل كبير في الأقاليم الصحراوية، هذا يزعج لا أقول الجزائر ولكن الحكام الجزائر. السؤالي لا أعتقد بأنه الشارع الجزائري يشاطر حكامه في هذا الاتجاه، أظن بأنه ينددون بهذا السلوك في الجزائر، في الشارع الجزائري. دكتور نبيل مبارك، فعلا العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري علاقات تاريخية وعلاقات أخوة، وعدد من المنابر وعدد من الهيئات السياسية داخل الجزائر ضد هذا الاتجاه الذي يسير فيه حكام الجزائر. فالحكام الجزائريون يسلمون بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية. فأخيرا زرت أحد الأساتذة ديالنا في العلاقات الدولية فأخبرني بأن حسب ويكيليكس فالرئيس، فأنا أتحدث عن رئيس الجزائر، فأنا أقول السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسب ويكيليكس فقد صرح بأن المغرب لا يمكن له أن يتنازل عن الصحراء. فاسمحوا لي أن أعطيكم مثال. فكنت في فرنسا في 2010 والتقيت بأحد الجزائريين وتحدثنا عن الصحراء المغربية، فقلت له أنا محامي وأنا مستعد باش نحمل الكرانشي كوب بهذا باللغة الفرنسية pour défendre la marocanité du Sahara. ولهذا ففي سنة 68 فالمغرب كما هو معلوم كان مزقه الاستعمار الفرنسي الإسباني تمزيقا قاسيا. ففي 68 كان المغرب يطالب بالوحدة الترابية في عدد من المناطق. فكان كنا في القسم في السنة الثانية العمر ديالي 13 سنة، فقال الأستاذ الفرنسي إن لو تيريتوار تيل بلا ما نذكرو هو بلي بوف كو لو ماروك. فرفعت أصبعي وقلت له هذا التيريتوار أبارتيان أو ماروك، فقال لي تيتوا. ولهذا أنا 13 سنة وأنا متحمس للوحدة الترابية، فما بال الحكام الجزائريين بالأجيال ديال 75 ديال المسيرة الخضراء اللي عاشت وفي دمها مغربية الصحراء. ولهذا فالانتصارات الكبيرة على الصعيد الأفريقي والدولي هي تزعج فعلا كما قلتم الحكام الجزائريين. ولهذا كما قلت السيد الرئيس الجزائري تقول بأن تعرف يسلم بأن، ولهذا لا مجال للنقاش حول مغربية الصحراء. الدكتور نبيه مبارك، يعني جل الفعاليات في هذا البلد، جل المنظمات، جميع فئات الشعب رفعت شعارا جلالة الملك خط أحمر. فعلا يعني ما رأيكم فيه؟ فعلا أنا وطني، فصاحب الجلالة هو رمز البلاد، وأنا لا يسعني إلا أن أقول عاش الملك، فهو رمز البلاد ورمز السيادة ورمز الوحدة الوطنية، والكل ملتف حول صاحب الجلالة وحول الملك من أجل الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، فهو سر الائتلاف المغربي والوطني حول العرش. أخيرا الدكتور نبيل مبارك، رسالتكم أو كلمتكم الموجهة للحكام الجزائريين. أنا أرجو من الحكام الجزائريين أن يعلموا بأن المغرب كما قال المرحوم الملك الحسن الثاني بأنه يتحدى أي قوة في العالم تخرج الجيش المغربي من الصحراء، خصهم يعرفوا هذا ويؤمنوا بالمسألة كما آمن بها المسؤولين الجزائريين السابقين مثل رئيس الإفلان السابق اللي قال بأن الصحراء مغربية وأن مؤتمر برلين هو الذي
المؤتمرين آنذاك الأوروبيين هم الذين قسموا وجزأوا المغرب عن صحرائه، ولهذا سميت يرجعوا إلى العقل، إلى روح العقل وإلى الجوار وإلى التاريخ، التاريخ المشترك بين الإخوة المغاربة والجزائريين. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.